حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد علي الزايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. لا شك أن ميثاق العمل الوطني وضع اللبنات الأساسية لتطور البحرين في شتى المجالات وخصوصا في الجانب السياسي والعمل البرلماني، وكما قال سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله بأن ميثاق العمل الوطني هو فتح جديد لتطور مملكة البحرين في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كيف ساهم ميثاق العمل الوطني في تسهيل أعمال ويعني تعزيز عمل السلطة التشريعية وتطوير أدواتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بداية أمسي عليكم بالخير وكل المشاهدين، وأشكر لكم من تحت هذه الفرصة لبيان هذه الملحمة التاريخية، الملحمة اللي كانت بين القائد جلالة الملك الله يحفظه والشعب البحريني الوفي بتصدير هذه الملحمة والتأكيد على ميثاق العمل الوطني. طبعا هناك تطور كبير حقيقة في السلطة التشريعية في البحرين، هناك تطور تشريعي، تطور رقابي. احنا عندنا طبعا مع بداية الميثاق، ميثاق العمل الوطني، تم الانتقال من نظام المجلس الواحد المعين اللي هو مجلس الشورى الى نظام المجلسين، واحد منتخب والاخر يعني انتخاب حر مباشر. ومجلس الشورى يكون على حسب التعيين، تعيين جلالة الملك بالكفاءات الوطنية. هذه جانب. جانب اخر يعني المرأة البحرينية شاركت حقيقة وتساوت مع الرجل في التصويت بكل أريحية، بكل يعني ما تملك من قدرة، كانت حاضرة في كل الفصول التشريعية. طبعا تعزز وجودها في الفصل التشريعي الخامس يعني كرئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني، معالي الرئيس وزير عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. وهذه طبعا شهد نقلة نوعية متطورة، نقلت البحرين إلى مصاف الدول المتطورة ميثاق العمل الوطني. كذلك السلطة التشريعية شهدت في الفترة الأخيرة تطور ملحوظ في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه اللي أسس له ميثاق العمل الوطني. التعديلات الدستورية وسعت من الحقوق للمواطنين، منحت مجلس النواب حقيقة صلاحيات أكثر وعززت من مكانة البحرين ليس على المستوى الإقليمي فقط، حتى على المستوى الدولي. ميثاق العمل الوطني أتاح يعني التعديلات الدستورية وأقرار العديد حقيقة من القوانين الهامة اللي عززت من حقوق المواطن. مثلا على سبيل المثال قانون الضمان الاجتماعي، قانون العقوبات البديلة، إضافة العديد من التشريعات المنظمة تطور الدولة. هذه حقيقة نقلة نوعية اللي صارت فيها من حيث إقرار ميثاق العمل الوطني. وفي هذا المستهل حقيقة يعني احنا نتقدم الى جلالة الملك الله يحفظه قائد المسيرة الإصلاحية وسمو رئيس وزراء وسمو العهد الشعب البحريني الكريم بخالص التهاني والتبريكات، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم على البحرين امنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الله يحفظه. اللهم امين. السيد علي الزايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.